عندنا هذا موتور ميغان 1.4 إيسونس، موتور ميغان 1.4 بنزينة. باش نعطيكم بسط عليه ونشوفوا المكونات نتاعو نشرحهم لكم. عندنا هذه مجنبه هذايا اللي هو الامامي نتاع المحرك، يعني كي يبدا راكب في السياره هذا يبدا يبان من الامام. عندنا من هنا الدينامو اللي هو الانترناتور، عندنا الكومبرسور اللي هو هذا المكيف اللي هو يعطي الغاز يدور الغاز في المكيف. عندنا هذايا مقياس الزيت، عندنا هذايا الفتن، عندنا هنا حساس نتاع الزيت اللي هو المانوم نتاع الزيت، عندنا هذايا حساس نتاع الفيبراسيون اللي هو نتاع المانو اللي هو يسجل الاهتزاز نتاع المحرك، اللي هو حساس نتاع الاهتزاز نتاع المحرك. عندنا هذوما الانجكترات اللي هما البخاخات أربعة بخاخات. عندنا نجيو من هنا من الأمام الواجهة الأمامية هذه نتاع المحرك اللي هي تجي في جنب السيارة على يمين السيارة، فيها اللي هي الأحزام هو الشان، فيها الشان ديستريبيسيون هذه، وفيها الكرواء اللي هي السبته نتاع الانترناتور اللي هي السبته نتاع المولد نتاع الكهرباء او الدينامو، وفيها من هنا يبان الكومبرسور نتاع الكيماتيزير اللي هو المكيف، وفيها هذه الطوندور اللي هو الدفاف او حاجه كيما هكا، بولي الكبيره نتاع الموتور، هذا الجنب القدامي اللي هو جهه الكرواء الشان. عندنا في الجهه توا الثانيه اللي هي من هنا نجيو لجهه المدخنه، عندنا هذه من هنا هذايا الفلتر نتاع الهواء اللي هو يعني يركب فيه الفلتر نتاع الكرتوش هذيك. عندنا هنا الخروج نتاع الدخان اللي هو المدخنه، عندنا الصوند لامدا اللي هو حساس المدخنه، عندنا هنا الكور بابيون اللي هي هذه، عندنا هنا هذه الكور بابيون اللي هي الفراشه اللي يمشي منها الاكسلاتير. عندنا من فوق عندنا البوبينات اللي هما اربع، كل بوجي عندها بوبينه، اربع بوجيات اربع بوبينات، هذا اربع بوبينات. عندنا مصب الزيت، هذا مصب الزيت. عندنا من هنا من جنب الخلفي هذايا عندنا مكان الترموستا حساس الحراره، هذايا الكلاس من تالي اللي هو وش السيلندر من تالي. عندنا البوات من تحت، هذه عندنا الديمرار اللي هو مشغل السياره هنا. عندنا هذايا حساس الزيت اللي هو باش يقول لك يا الزيت معدل ولا لا، يقول لك ويل كوريكت ولا لا، هذايا حساس نتاع الزيت. عندنا طبعا منوط هذايا الكارتير اللي هو خزان الزيت، مشينا من هنا. عندنا هذه المضخة نتاع المرياج نتاع الفريسيوني اللي هي نتاع الكلتش، اللي هي هذه المضخة نتاع زيت الامبرياج اللي يجي في وسط البوات. هذا طبعا مقياس الزيت شفتوا وريته لكم. هذايا ممكن فما ناس برشا ما تعرفوش شنو هو المفعول نتاعو. هذايا الخرطوم يجي في كل في اغلبيه البواتات كلها، هذا يسموه منفس كيما هذايا بلف التبخير نتاع البوات اللي هو نتاع البوات فيتاس. عندنا هذايا كابتر اللي هو حساس نتاع الديماراج اللي هو نتاع تشغيل المحرك، لهذا اللي يعطي الاذن للكارطه باش تفتح وقت تخدم السياره. عندنا هذا يقولنا البلف نتاع البوات. عندنا من فوق هنا هذا كولكتير نتاع الادميسيون كله، هذا تبع يعني الادميسيون يعني اللي هو شفط الهواء من نتاع المحرك. عندنا هذايا ديما من العاده في كل اغلبيه السيارات تلقاه موجود. هذايا يسموه خيط ماس بين الهيكل وبين المحرك، بين الكروسه بين السياره وبين المحرك. هذايا ديما تقع فيه مشاكل، ساعات تلقاه راكب في البوات من تالي من خلف، ساعات تلقاه راكب في الموتور من قدام، ساعات تلقاه راكب في الموتور من اللوطه، يعني في كل سياره في مكان معين. هذا مهم جدا بالنسبه للديمرار وبالنسبه للضوء نتاع السياره، هذا مهم جدا. الكابل هذا يسموه كابل ماس، خيط باش يعطي الماس ما بين الكاروسة وما بين المحرك أو البوات. هذا من الحاجات اللي موجودة في محرك الميغان 1.4 إيسونس، يعني بنزينة 1.4 بنزينة 1.4 إيسونس. إن شاء الله تنفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.